ألو، السلام عليكم ورحمة الله. صوت كده كويس؟ ليش عامل فوت الأول عشان نعرف الصوت كويس؟ طيب، هو الصوت كده يعني ايه اللي باين قدام اللي هو كويس؟ ماشي. هو النهارده محاضرتنا، ندوتنا النهارده عن اسماك القرش، هنتكلم فيها عن التاريخ، تاريخ نشأة اسماك القرش والمميزات بتاعتها والحياة والأنواع، أهم الأنواع الخطيرة والغير خطيرة بالنسبة للإنسان، والخطيرة إذا تم استفزازها أو التقرب منها. فنبدأ الندوة. طيب كويس، هنبدأ بتاريخ تاريخ أسماك القرش. في أسماك القرش من يعني نشأت منذ ملايين السنين، يعني حوالي من 400 مليون سنة قبل بداية العصر البرمي، وهو أحد العصور الجيولوجية. فقد ظهرت في العصر الفحمي حوالي 200 نوع من القروش، ولم يتغير فيها شيء منذ 65 مليون سنة. أسماك القرش موجودة في جميع البحار وجميع المحيطات، وبعض الأنواع تتواجد في المياه العذبة. وبالنسبة للإنسان، فهو إيه يهدد الإنسان وكل الكائنات المحيطة به، إذا كانت في البحر أو إذا كانت على البر، فهو يقوم بتهديدها، فهي تعتبر له غذاء لذيذا. فالسباحة والغوص من الرياضات التي من الممكن أن يمارسها أي إنسان، ولكنها تشكل خطرا كبيرا عليه إذا ما فكر في ممارستها في المناطق العميقة والباردة البعيدة عن الشواطئ لبعض البحار. فممكن إيه يواجه إيه أسماك القرش. والأنواع، أنواع أسماك القرش حوالي 350 نوع، تنقسم الأنواع من خطير إلى غير خطير، وخطير إذا تم استفزازه. وبالنسبة للإصابات بتاعت أسماك القرش بتكون قوية بالنسبة للعض الفك فك سمك القرش، فبتحدث عنها تمزق في الأنسجة وتهتك في الخلايا مكان القضمة، ونزيف حاد ينتج عنه نزيف حاد مكان الإصابة، صدمة عصبية للمصاب نتيجة الفزع والخوف، واحتكاك جسم الإنسان بجلد القرش يؤدي إلى جروح عميقة وتمزقات في خلايا الجلد بسبب القشور المتواجدة على جسم سمك القرش. تصل نسبة الوفيات من حوادث القروش ما بين 50 إلى 80%. بالنسبة لمميزات أسماك القرش، عرف الإنسان منذ أزمنة قديمة جدا إن القروش أسماك قوية وشرسة، وإنها غضروفية، لأننا أخذنا نصطادها للانتفاع بزيوتها ولحومها وغير هذا من مكوناتها.
أما القروش فتتنفس كالأسماك بخياشيم. وكان العالم القديم أرسطو قد لاحظ أنه إذا أرادت القروش القوية والشرسة أن تهاجم فريستها فإنها تقترب منها ثم تستلقي على ظهرها وتفتح فمها الواسع قبل أن تكتم جزءا منها. وقد أخطأ أرسطو فيما ذهب إليه، لأن أفواه القروش وإن كانت تختلف عادة في مقدمة الخضم اللي هو بوز السمكة وتأتي إلى أسفل الرأس، فإن القرش لا يحتاج إلى الاستلقاء على ظهره قبل قضم فريسته، لأن مستوى جسم هذه الفريسة في الماء يظل على الدوام في مستوى فمه. والقرش إذا فتح فمه الهائل قبل القضم ينطلق فكه الأسفل تلقائيا إلى الأمام ويكاد يتقدم إلى مستوى خضمه، ثم يخلق مع فكه العلوي على لقمته الكبيرة. قوة عضة سمكة القرش حوالي 4000 طن لكل إنش مربع، يعني قوة عملاقة جامدة جدا ليستحملها أي كائن حي. تستطيع أن تدفي جسمها عن الماء بمقدار 5 ل 15 درجة، والجسم الدافئ يعطي لها السرعة والليونة وقوة دماغية وعضلية. عند قلب القرش بحيث يمكن يكون ظهره بالأسفل وبطنه بالأعلى يؤدي ذلك إلى تخديره. يعني لو القرش اتقلب بحيث بطنه لفوق وظهره لتحت فده بيؤدي إلى تخديره وبالتالي إلى غرقه. بالنسبة للمراتب الأسماك القرش، فالقرش الأبيض هو اللي بياخذ المرتبة الأولى من أقوى القروش التي تهدد الإنسان، ثم القرش النمر، ثم المحيطي ذو الطرف الأبيض، وهو الذي كان متسبب في حادثة شرم الشيخ. يمكن أن يشم نقطة الدم في لترات من الماء وعلى مسافات بعيدة جدا. يستطيع تذوق الفريسة دون أكلها. فبالنسبة لأسماك القرش في حاجة اسمها عضة الاختبار، أو عضة الاختبار اللي هو بيجي يدي عضة للفريسة الأول بيشوف بيها نسبة الدهون في جسم الفريسة، فإذا كانت الفريسة تستحق فبيقوم بأكلها. السنان بتاعت أسماك القرش هي أسنان مثلثة الشكل، تترتب الأسنان القرش مسننة في الصفوف يتراوح عددها من 3 إلى 4 وحتى إلى 15 صفا، وهذه الصفوف غير مثبتة تماما في الفم وتتحرك وبعضها خلف بعض في الفم الواسع، وإذا وقعت منها سنة أو صفا كاملا حلت محلها سنة أخرى أو صفا كاملا خلفها، ويكون هذا خلال 48 ساعة فقط في بعض الأنواع و5 ل 8 أيام في بقية الأنواع الأخرى. هو يعني ايه الانواع، هتيجي ايه هقول الانواع قدام شويه بعد المميزات هقول اهم الانواع الموجوده في مصر وموجوده بالنسبه للعالم كله. يعني يغطي جسم القرش قشور سنيه تبدو وكانها ملايين الاسنان الصغيره مثل شكل ورقه الصنفره، وتجعل ملامسته أو الاقتراب منه محفوفا بالمخاطر، حيث إن إذا لامس أحد المستحمين في البحر فإنه يجرحه على الفور، ولهذا قيل إن ضربة القرش أسوأ أحيانا من عضته. تختلف خياشيم القروش عن خياشيم الأسماك الأخرى، فهي غير مخططة. يعني ما يعني هي دايما لما بنشوف اسماك القرش نلاقي الخياشيم بتاعتها اخد شكل دائري بالقرب من ايه من فتحة الفم، وهي بتتعدد من 6 خياشيم او 5.
وبتكون معرية يعني، ما فيش غطاء عليها زي مثلا أسماك البولتا أو الأسماك دي يعني، ما بيبقاش عليها غطاء كده. خياشيم الكرش زي ما قلنا مفتوحة وتبدو كشق طولي خلف الرأس. الخد اللي هو بوز سمكة القرش اللي هو فوق الفم قد يتذبذب ويكون طويلا، وهو حساس جدا لرائحة الدم. والعيون متراجعة على جانبي رأس القرش، ولهذا فقط لا يرى القرش إلا بعين واحدة في وقت واحد. ونظرته على الدوام نظرة منكل، تنقل الأعصاب إلى الجانب المخالف من المخ، أي العين اليمنى إلى النصف الأيسر في المخ، واليسرى إلى النصف الأيمن فيه، وتكون الصورة مفردة وغير دقيقة، وقد تعجز عن تقدير المسافة الصحيحة، ولهذا قد يستدير القرش لينظر بالعين الأخرى إلى ضحيته إذا ما أراد التدقيق فيها. عيون القروش صغيرة ولا يغطيها جفون، لأن الماء يحميها من الأجسام الخارجية ويغسلها بصورة مستمرة. والعدسات باردة وثابتة، وهي لا تتقلص أو تتسع كما في الثدييات، وكثافة السائل في داخلها يساوي كثافة ماء البحر. مدى نظر القرش تحت سطح الماء لا يزيد عن 10 أمتار، وهو قادر على تبيين تفاصيله حتى في صفوة الماء، والقروش لا تفرق بين الألوان. يعني القرش على مستوى بعيد ممكن يشوف الكائنات الأسماك البعيدة عنه، لو حتى لو المية معكرة مش صافية فهو بيقدر يشوفها بوضوح تام. وكل قرش له خطين جانبين كالخطوط الأسماك، وهذان الخطان هما اللذان ينقلان احساساته بكل ما يدور حوله في المياه من مسافات بعيدة عنه، او حركة المياه او التيارات التي يعيش فيها. وللقروش ايضا زوايد حس على جانبي الرأس تستخدمها في الاهتداء لفرائسها، وقد استأصل بعض العلماء هذه الزوائد، وجدوا ان القروش قد اخذت تدور حول نفسها في الماء، مما يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به ايضا في حفظ التوازن القروش في المياه. ولكن الخطان الجانبين في القروش هما وسيلتها الأولى للإحساس وتعقب فرائسها، وإما وسيلتها الثانية فهي الأنوف، وأنوف القروش حساسة جدا، يستطيع القرش أن يشم رائحة الدم في الماء وهو على بعض مئات الأقدام منه، وهذه الرائحة تجعل القرش الأبيض الكبير يتحول في لحظة واحدة إلى الفك المفترس، فيضرب بزعانفه الماء، ثم تنشق ظلمات البحار فجأة كي ينشب أنيابه في أي شيء ينزف. ولهذا لقبت القروش أحيانا بالأنوف السابحة. واستخدم الصيادون قطع اللحوم والأسماك المذبوحة حديثا والملوثة بالدماء لاجتذابها، ووجد أن القروش تغير طريقها من مئات الأقدام وتندفع لها عن كل شيء إلى هذه المذبوحات التي تقطر منها الدماء. والعادة أن يقترب القرش بحذر من فريسته، وأن يدور حولها أولا، وفي الأبيض الكبير تظهر زعنفته الزهرية فوق الماء، وهو يتجه نحو فريسته، ويكون اعتماد القرش وقتها على عينه، ثم يحاذي فريسته ويفتح فمه الواسع ليقدمها. وفم القرش كفم الأفعى، ولا يربط فكيه العلوي والسفلي سوى حبال عضلية مرنة وقوية، ولهذا يستطيع القرش أن يباعد بين فكيه وأن يبتلع أجساما كبيرة جدا. قد وجد في بطن أحد القروش النمر رأس حصان كاملة. كلام كده واضح والناس فاهمة؟ طب كويس. وحاسة السمع في القروش مختلفة عكس الحال في الحيتان، وليس للقروش أذان خارجية وإنما فتحتها أذان صغيرتان على جانبي الرأس. ويظن البيولوجيون البحريون أن وظيفة هاتين الفتحتين ليست السمع وإنما التوازن في الماء. وتتميز القروش
بشدة حساسيتها للموجات المغناطيسية التي تستخدمها أحيانا في الاعتداء للأسماك المدفونة في قاع المياه، ولهذا كثيرا ما تهاجم موتورات القوارب ظنا إنها كائنات حية. إن توقف عن السباحة فإنه يغرق، حيث إن ليس للقروش مثانة هوائية، فالمثانة الهوائية هي كيس ذو جدار رقيق مملوء بالغازات، وتساعد الأسماك على الطفو بثبات في عمود الماء من غير تحريك زعانفة، كما تساعد على التحرك إلى أعلى وإلى أسفل عن طريق ملء الكيس بالغاز أو تفريخه، وهذه العملية تأخذ بعض الوقت، لذلك فهي طريقة غير مناسبة للأسماك السريعة التي تمارس الهجوم المفاجئ. تلد أسماك القروش صغارا داخل غلاف جلدي صلب يسمى محفظة حرية البحر. طب أنا هحاول أتكلم يعني إيه بسرعة أقل يعني عشان تفهم الناس. يوجد الكرش في المياه الدافئة، ويوجد بعض الأنواع التي تعيش في المياه الباردة قرب القطب الشمالي. يتحرك ببطء شديد عند اقتناصه للفريسة. يأكل الحيوانات الميتة وعجول البحر. هيكله غير عظمي وإنما غضروفي، فتحة الأنف على جانبي الفم، وقد تتصل بالفم بمذابين تتنفس الأكسجين الزائد في الماء. الأجناس مفصلية والتلقيح داخلي، وهذا معناه أن الحيوان المنوي والبويضة يلتصقان معا داخل الأنثى. جسم القرش يمثل لها أهمية كبرى، فهو بمثابة رادار لها. تملك ذيلا قويا يمكنها من دفع جسمها إلى الأمام بقوة شديدة. صغار أسماك القرش تشبه أبويها في التصرف بشراسة. إذا تعرضت للهجوم تستطيع القفز خارج الماء في شكل دائري في الهواء. يأكل فريسته من أسفل إلى أعلى. يأكل الفريسة ذات الطاقة الدهنية الأعلى. ينام بدون أن يغلق عينيه الاثنين وهو سائرا أيضا. دلوقتي هنشوف في التكوين الخارجي لسمكة القرش، وبعد كده ايه التكوين الداخلي لها. تكوين الجسم الخارجي احنا شايفينه قدامنا اهو. انا مقسمه يعني المجموعة 3 اجزاء بالنسبة لي. يعني الجزء الاول بيتكون من العين والفم وفتحة الانف وشقوق الخياشيم. الجزء الثاني الزعنفة الاولى الظهرية والزعنفة الصدرية والزعنفة الحوضية. الجزء الثالث الزعنفة الثانية الظهرية والزعنفة الشرجية وديل السمكة. التكوين الداخلي للسمكة زي ما احنا شايفينه قدامنا اهو، تتكون من شايفين الشريان الأورطي الظهري المريء، الشريان الأورطي للقلب زي ما شايفين القلب اهو، ده كده ده القلب، لا ده القلب، ده هنا المريء، هنا الشريان الأورطي الظهري، المعدة، الأمعاء، الكلية، الكبد، وهنا الشريان الأورطي زي ما الصورة مبينة لحضراتكم، وهنا البنكرياس. الأسماك القرش ليها ألوان كتير، أشكال وأحجام مختلفة، عديد منها نحيل وطري الجسم، ومنها ما هو داكن اللون في الأعلى وشاحب اللون في الأسفل، وهذا ما يسمى بظلال الألوان العكسية.
وهنا تزداد صعوبة تحديد مكان سمك القرش من الأسفل لبعده عن الضوء ومن الأعلى لشدة ظلمة مياه البحر العميق. ومعظم الأسماك زعانف طرية وملتوية قابلة للانفراك والانكماش. زعانف سمكة القرش قاسية وتنفرج كالمكاديف ولا يمكن إخفائها على الأنظار. لأزيال سمك القرش أشكال مختلفة، تختلف يرقات وطرق نمو أسماك القرش عن بعضها. يتصل صغار أسماك القرش بأمهاتهم بحبال رفيعة ودقيقة للغاية أثناء ولادتهم، حيث تنقطع مع مغادرتهم والبدء في السباحة في مياه البحر. غلاف بيت سمك القرش صلب التكوين ليستمر فترة طويلة. والغلاف سمكة القرش القطة أسلاك رفيعة جدا تلتصق بقوة وإحكام. تستقر غلافات بيت سمك القرش بين الشكوك في الصخور، وهناك أنواع أخرى من غلافات البيت التي تستقر عند شاطئ البحر ويقل العديد منها قبل التفكيك. بالنسبة يعني هي بتتاكل. بالنسبة للحيوانات اللي موجودة على الشاطئ اللي بتلاقيها، أو لو الأمهات اللي بتقوم بالولادة ممكن تاكل أطفالها. تفضل أسماك القرش الصيد على حدة، ولكننا نجد أحيانا مجموعة منها تهاجم الفريسة نفسها. هي بتختلف من نوع لنوع. تهاجم هذه الأسماك بعضها البعض أثناء أكل الفريسة. تخاف أسماك القرش من الاقتراب من سمك موسى، لأنها عندما تأكله يفرز مادة تصلب فكه، فلا يستطيع بعدها فتح أو خلق الفم. تتغذى أسماك القرش على أي نوع من المخلوقات البحرية تقريبا، فهي تتغذى على الطيور، البطريق، عقول البحر، السلاحف، الأسماك، الكابوريا، لها فكوك وأسنان مختلفة الأشكال. ليس بإمكان أسماك القرش مضغ أطعمة في حالة وجود وجبة كبيرة جدا يصعب بلعها بإكمالها، فهي تهزها من ناحية لأخرى لتصبح كتل طرية يسهل عليها بلعها. صغير القرش يسمى جرو. لو القرش دخل إلى مكان ضغط عالي جدا فإن الجسم بتاعه بيتشقق يعني. يجذب المعادن والذهب بلمعان وأسماك القرش. تستغرق أنواع من أسماك القرش سنينا لتلد، وقد تلد صغيرا واحدا فقط. تغادر أسماك القرش مخبأها عند ازدياد التيارات المائية نحوها. زيادة الأكسجين في الماء تجعل أسماك القرش في قمة الهدوء. تحتفظ القروش في دمها وأنسجة جسمها بكميات كبيرة من البولينا، وتكون نسبة الترجيح الإجمالي للأملاح والبولينا معا من أكبر من نسبة الأملاح في ماء البحر. ولهذا فهي تختلف عن الأسماك العظمية من حيث أنها لا تواجه مشكلة حفظ نسبة الماء الموجود في الجسم، لأنها تمتص حاجتها منه بالضغط الانتشاري. أسماك القرش أسماك شرهة شديدة الفتك، لا تتورع عن ابتلاع أي شيء. عند صيد سمكة قرش من الحجم الصغير باليد يجب إمساك أولا من الزعنفة الذيل ثم من الزعنفة الأولى الظهرية، وهذا يؤدي لتخدرها. يعني الزعنفة اللي هي الظاهرة من سمكة القرش اللي هي الزعنفة الظهرية الأولى بيتم مسكها مع أحد زعنفي الذيل ويتم ضغطهم بعكس الاتجاه، وده يؤدي إلى تخدرها. النقطة المؤلمة عند القرش عينه. لا يبدي سمك القرش رغبة في أكل لحم البشر في العادة،
وهي فهي يعني هي بالنسبه ليها الغطاسين او اللي بيقوموا بعمل رياضه السكوبا، اللي بيقوموا برياضه السكوبا بيبانوا بالنسبه ليها وهي من الاسفل، لهم كائن الفقمه او عجل البحر بالنسبه ليها، فهو بيجعلها لا تقوم بافتراسه، فاهمين؟ هل الجميع فاهم كده وسامع كويس؟ شكرا. هندخل بقى بعد كده في الايه، في الانواع. هنبدأ الاول بالانواع الخطيرة. الانواع الخطيرة على الانسان، اولا القرش الابيض العظيم اللي هو ذا جريت وايت شارك، ودي صورته، هو المعروف بالنسبه لانواع الاسماك القرش عند جميع الاشخاص بالافلام المشهوره مثل جاوس 1 و2 و3، اللي هو آلة قتل مميتة. بالنسبة لي أقصى حجم تم تسجيله حتى الآن 792 سنتي، يعني حوالي 8 متر. أقصى وزن له 3 طن و400 جرام. أقصى عمر مسجل له 36 سنة. ودي صورة ليه يعني من الأسفل. البيئة، بيئة القرش الأبيض، من الأسماك القرش السطحية للمحيطات، يعيش في المياه البحرية المالحة، يسبح على مدى عمق يبدأ من متر، يسبح من السطح لغاية 1280 متر، وعادة يسبح على مدى عمق 250 متر، من السطح إلى 250 متر. المناخ والمدى، يعيش في المنطقة شبه الاستوائية 66 درجة شمالا 85 جنوبا و180 درجة غربا ل180 درجة شرقا. التوسيع الجغرافي له غرب المحيط الأطلسي، نيوفونلاندا كندا إلى الأرجنتين والشمال، أيضا خليج المكسيك، جزر البهاما، كوبا، جزر الأنتيل الصغرى، شرق المحيط الأطلسي، فرنسا، جنوب أفريقيا بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والبحر الأحمر وسيشيل وجنوب أفريقيا، وأيضا ريونيون ومرشيوس وغرب المحيط الهادي، سيبيريا إلى نيوزيلندا وجزر مارشال وجنوب أستراليا أيضا ووسط المحيط الهادي. يعني احنا شايفين في الصورة قدامنا كده اللي هو ايه، مش سايب حتة، مستعمر المحيط كله والبحار. نبدأ يعيش في المقام الأول في المياه الساحلية والبحرية، وأحيانا في الغالب بالقرب من الجرف القاري والجزر، ولكن قد يوجد أيضا قبالة الجزر المحيطية بعيدا عن الأرض وغالبا القريبة من الساحل إلى خط الخلجان الضحلة، قادر على الهجرة عبر المناطق المحيطية، يتغذى على أسماك العظمية وأسماك القرش والدلافين وخنازير البحر، طيور البحر، الجيفة، الحبار، الاخطبوطات، سرطان البحر، الحيتان والأجنة، منها تتغذى على الجيز كيس المحي والبويضات الأخرى التي تنتجها الأم. عدد المواليد من 7 إلى 14 مولود. وذكر بعض الخبراء إن هذا النوع مستعدا لمهاجمة الإنسان على أساس إنه من الفرائس التي يتغذى عليها، ومعظم الهجمات تحدث في مصبات الأنهار. ويستخدم لحمه إما طازج إما مجفف إما مملح ومدخن للاستهلاك البشري، والجلد للصناعات الجلدية، والكبد لاستخراج الزيوت، والزعانف لحذاء زعانف القرش، والأسنان والفكين للزينة، وربما يصل إلى 8 متر في الطول، ويعد المفترس الأكبر في العالم، هو القرش الأكثر خطورة في العالم.
النوع التاني وهو القرش الثور، وهو انا رأى دلوقتي ده فك القرش الابيض زي ما احنا شايفين ده شكله، دي طول السنة بتاعت القرش الابيض بتبقى في الحجم ده. قرش الثور زي ما احنا شايفين شكله اهو، الحجم اقصى حجم مسجل له 53 سنتي، يعني حوالي 3 متر ونص. اقصى وزن 316.5 جرام، كيلو جرام. اقصى عمر مسجل له 32 سنة. ودي صورة ليه. البيئة من أسماك المياه العذبة والملاحة البحرية، يسبح على عمق من متر ل 152 متر، وعادة ما يسبح على عمق يبدأ من 1 متر إلى 30 متر. هو اتسمى بالقرش الثور يعني عشان أخذ من شكل الثور ككائن، يعني نفس الوجه المدبب. انا هو بيعد التاني من الانواع المفترسة. المناخ بتاعه المدى بتاعه يعيش في المنطقة شبه الاستوائية، 42 درجة شمالا، 39 درجة جنوبا، 117 غربا، 170 شرقا. التوزيع الجغرافي يوجد على نطاق واسع في المحيطات والانهار والبحيرات، غرب المحيط الاطلسي، ماسوشوستس الولايات المتحدة الأمريكية للأرجنتين، شرق المحيط الأطلسي، المغرب، السنغال، لأنجولا والهند، والمحيط الهادي، كينيا، جنوب أفريقيا إلى الهند، ثم فيتنام إلى أستراليا والمكسيك، الإكوادور، وربما يتواجد في بيرو. سمكة قرش المياه الساحلية والمياه العذبة تعيش في المياه الضحلة، وخاصة في الخلجان ومصبات الأنهار والبحيرات. تخترق بسهولة بعيدا عن الأنهار والخلجان الشديدة الملوحة، قادرة على تغطية مسافات كبيرة تصل إلى 180 كيلو متر في 24 ساعة. والانتقال بين المياه العذبة والمالحة عشوائيا، وغالبا ما وجدت بقرب من مصبات الأنهار وتدفقات المياه العذبة إلى البحر. الصغار لهذه السمكة تدخل الأنهار ويمكن العثور على المئات منها على بعد كيلو متر من البحر. يتغذى على أسماك العصمية وأسماك القرش الأخرى والجمبري وسرطان البحر والحبار، حلزون البحر، قنفص البحر، جيفة، ثدييات، سلاحف البحرية، وأحيانا القمامة، ويعيش جيدا في الأسر. وربما كان أخطر أن أنواع القروش في المناطق المدارية، فمن الممكن اتهامه بالتورط في هجمات على البشر. الهجمات في المياه العذبة نادرة، المواليد لهذا النوع يصل عادتها إلى 13 من الصغار، والنضج الجنسي يتحقق بعد 10 ل 15 سنة. يبلغ طوله بين 160 ل 200 سنتي. وبرضه زي ايه القرش الأبيض بيستخدم في كقيمة تجارية، للحمه بيستخدم كطازج او مملح او مجفف، والكبد لاستخراج الزيوت، والجلد للاستخدام استخدام في المصنوعات الجلديه. النوع الثالث ويطلق عليه قرش النمر، وهنراه حالا. هذا هو القرش النمر، يعني وشكله قريب من النمر لحد ما، فجسمه يملأه بعض النقاط السوداء. أقصى حجم مسجل له 750 سنتي،
أي 7 أمتار ونصف. أقصى وزن مسجل له 807.5 كيلو جرام. أقصى عمر مسجل له 50 سنة. البيئة: يعيش في المياه البحرية المالحة ويسبح في مدى عمق من السطح حتى 371 متر. المناخ بتاعه: يعيش هذا النوع في المنطقة شبه الاستوائية وفي مدى 62 درجة شمالا إلى 42 جنوبا، و180 درجة غربا إلى 180 درجة شرقا. التوزيع الجغرافي له: يعيش في البحار الاستوائية والمعتدلة غرب المحيط الأطلسي، الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الأطلسي، أيسلندا وأنغولا والمحيطين الهندي والهادي، البحر الأحمر وشرق أفريقيا إلى هاواي وتاهيتي، من الشمال إلى جنوب اليابان وجنوب نيوزيلندا، شرق المحيط الهادي وجنوب كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيرو وجزر غالاباغوس والأنواع كثيرة الارتحال. عددا ما وجدت هذه الأنواع بالقرب من السطح العمق 140 متر وبالقرب من الجرف القاري والجزر ومصبات الأنهار والأرصفة البحرية وقبالة الأرصفة في الموانئ والجزر المرجانية والبحيرات وقبالة الجزر المحيطية بعيدا عن الجزر الأخرى والكتل اليابسة القارية. اتغذى على أسماك القرش الأخرى، الأسماك العظمية، الثدييات البحرية، سلاحف، الطيور البحرية، ثعابين البحر، الحبار، الرخويات، القشريات والمخلفات بما في ذلك أيضا الأسماك السامة أو المدرعة وخنازير البحر والحيتان والسلاحف البحرية ورأسيات الأرجل والحيوانات الأليفة والبشر. ويتغذى أيضا على الجيفة والنفايات بما في ذلك العلب وقطع المعادن، أكياس فاضية، أي حاجة شغالة. تم تسجيله في المرتبة الثانية في الهجمات المسجلة على البشر ما لا يقل عن 27 هجوما موثقا من مصادر. العينة الوحيدة جاءت من الهند الصينية ووزنها 3110 كيلو جرام وقياسها 740 سنتي متر. أما عدد المواليد يصل إلى 80 مولود أطوالهم من 51 سنتي إلى 104 سنتي. قيمتها في لحمها وزعانفها وزيت الكبدة وكذلك لفكي والخضروف وكثيرا ما تستخدم لحومها لمسحوق السمك. استخدمت لحومها الطازجة والمجففة والمملحة والمدخنة والمجمدة. الأنواع الموجودة في الخليج الفارسي وبحر عمان لديها حجم أقصى 750 سنتي حوالي 7.5 متر. كده الكلام لغاية دلوقتي واضح والناس فاهمة؟ طب أنا عامل فودينج للصوت والناس اللي فاهمة. كانوا 10 بقوا 6. شغال كويس كده. لا ما في حجم، في حجم وفي طول وفي سن. لا حجم وزن.
طيب كويس كده لإيه للناس صاحية معايا. نبدأ النوع الرابع، ويسمى قرش الماكو. هنشوف دلوقتي. هو ده قرش الماكو زي ما احنا شايفينه قدامنا، وده بيعتبر من اسرع انواع القروش. هو الوصف بتاعه، قرش الماكو يحتل المرتبة الخامسة بين اخطر القروش، ويعتبر من اسرع القروش اذا تصل سرعته الى 30 ميل بالساعة، ومتوسط طوله بين 5 الى 8 اقدام، ويصل الى 12 قدم كحد اقصى. وانثى الماكو اكبر من الذكر. أيضا هذا النوع من القروش يقفز خارج الماء. أقصى طول مسجل له من 8 لـ5 أقدام، يعني من 1.5 متر لـ2.5 متر، ولكن يمكن أن تصل إلى 12 قدم، يعني 4 متر. أقصى وزن له 505 كيلو جرام. أقصى عمر مسجل له 25 سنة. البيئة الطبيعية له المحيطات البحرية، هو يسبح من السطح إلى 740 متر، وعادة من 100 إلى 150 متر. المناخ شبه استوائيا، 61 درجة شمالا إلى 56 درجة جنوبا، و180 غربا إلى 180 شرقا. الأهمية الاقتصادية لهم، من أسماك المصايد البحرية لتجارة الزعانف وجلود السمكة واستخراج الزيت من كبد السمكة، وأيضا من أسماك الرياضات البحرية. التوزيع الجغرافي في البحار الاستوائية والمعتدلة غرب المحيط الأطلسي، خليج مين إلى جنوب البرازيل والأرجنتين، بما في ذلك خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، شرق المحيط الأطلسي، والنرويج إلى جنوب أفريقيا بما فيها منطقة البحر الأبيض المتوسط بين الهند والمحيط الهادي، شرق أفريقيا إلى هاواي، من الشمال إلى بيرموريسكي كراي الاتحاد الروسي سابقا، وجنوب أستراليا ونيوزيلندا، شرق المحيط الهادي، جنوب جزر الوشيان، وجنوب كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى شيلي. الحياة الطبيعية توجد في جميع أنحاء العالم في البحار الاستوائية والمعتدلة، ولكن أحيانا تقترب من الشواطئ وهي تسبح عميقا تحت السطح، حيث يفضل الماء البارد 65 درجة، 65 درجة فهرنهايت، يعني حوالي 18.5 درجة مئوية. يتغذى على سمك التونة، الرنجة، ماكريل، سمك أبو سيف، خنزير البحر، فهي انتهازية تأكل كل شيء. قد تتغذى على أكبر فريسة مثل الحيتان الصغيرة والصبيط والأخطبوط والكاليماري. التكاثر، تلد الأنثى من 4 إلى 16 صغيرا، ويكون طول المولود من 60 إلى 70 سنتيمتر، وتمتد فترة الحمل من 15 لـ18 شهرا. يعتبر قرش الماكو من أسرع القروش، حيث تصل سرعته إلى 22 ميلا في الساعة، 35 كيلومتر في الساعة، وهي من القروش القليلة التي تستطيع القفز فوق الماء. النوع الذي يليه هو قرش المحيط ذو الحواف البيضاء، هو من أنواع كان متسبب في حادثة شرم الشيخ، وسوف نراه. وهو ده القرش ذو الأطراف ذو الحواف البيضاء. أقصى حجم مسجل له 396 سنتي، حوالي 3 متر 96. أقصى وزن له
167 ونص كيلو جرام، أقصى عمر مسجل له 22 سنة. من الأسماك السطحية للمحيطات في المياه البحرية، يسبح على مدى عمق من متر ل 230 متر، وعاديا يسبح على عمق متر ل 152 متر. المناخ والمدى: في المنطقة شبه الاستوائية، في درجة حرارة تبدأ من 18 درجة مئوية ل 28 درجة مئوية، و46 درجة شمالا إلى 43 جنوبا، و180 درجة غربا إلى 180 درجة شرقا. توزيع الجغرافي له: غرب المحيط الأطلسي، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأرجنتين، أيضا في خليج المكسيك ومنطقة بحر الكاريبي، شرق المحيط الأطلسي، البرتغال، ومحيطين الهندي والهادي، البحر الأحمر، شرق أفريقيا إلى هاواي، وتهيتي وجزر شرق المحيط الهادي، وجنوب كاليفورنيا، والولايات المتحدة الأمريكية إلى بيرو، بما في ذلك جزر خالاباغوس. معظم من الأنواع الموجودة في المياه العميقة، وتأتي في بعض الأحيان قريبة من الشاطئ، تم العثور عليه على السطح على عمق لا يقل من 150 متر، وعددا على المياه الخفيفة العمق في أعماق تصل إلى 184 متر. اتغذى على أسماك العصمية المحيطية، والراي اللساع، والسلاحف البحرية، وطيور البحر، والرخويات، والحبار، والقشريات، والثدييات، والجيفة، والنفييات، بما في ذلك التونة، واتهم أيضا في هجمات على الإنسان، ومسؤول على الأرجح على هجمات كثيرة في المحيطات المفتوحة بعد الكوارث الجوية أو البحرية. استخدمت لحومات طازجة والمجمدة والمدخنة والمجففة والمملحة للاستهلاك البشري، والجلود للصناعات الجلدية، والزعانف للحساء، زيت كبدة الكرش للحصول على الفيتامينات، وتجهيزها أيضا في المساحيق السميكة. عدد المواليد من 1 إلى 15، ويكون طولها من 60 سنتي إلى 65 سنتيمتر. وكده الأنواع اللي هي الخطيرة الخطرة على الإنسان كده خلصت. هننتقل بعد ذلك إلى الأنواع الخطيرة إذا تم التعرض لها. هو إذا تم استفزازها من قبل الإنسان، أولا هنبدأ بالكرش الممرضة أو الكرش الحاضن اللي هو نيرس شارك، هو بالشكل ده. يعتبر هذا النوع من الأنواع الشعبية المعروفة لدى الناس في كل العالم. يصبح هذا الكرش بشكل عفوي باحثا عن الكيعان الطحلة التي تغطيها الأسماك اللافقارية، له أسنان صغيرة جدا وله فك قوي. يعتبر هذا النوع من قروش الأسماك الغبية، وذلك مما يساعده على التكيف للحياة في الأسر، قد اشتهر وعرف عنه بعدم مهاجمته للإنسان وليس منها أي خطر. الموطن والبيئة: المياه الدافئة بالقرب من القاع في أغلب الأحيان، أو على الطين أو الرمل، وبالقرب من الشعب المرجانية. التكاثر: تحمل الأنثى ما يقارب 30 توأم، تتغذى على أسماك القاع مثل الجمبري، الحبار، الأخطبوط، السرطان، حلزونيات البحر، جراد البحر، قنافذ البحر، بعض العشب الشعب المرجانية، والقواقع وزواد الصدفتين، والأسماك مثل الأسماك المنتفخة. له زوائد شعرية بها يستطيع العثور على طعامه، ويفضل البحث عن الصيد في الليل. يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي الزوائد الشعرية اللي هي زي الحتة دي كده. الحجم أقصى حجم له 13.2 قدم طولا، أقصى حجم مسجل له 430 سنتيمتر.
أقصى وزن مسجل له 109 كيلو جرام، أقصى عمر مسجل له 25 سنة. البيئة الطبيعية له: يعيش هذا النوع من القروش في البيئة البحرية المالحة بقرب من الشعب المرجانية، ويسبح في مدى عمق من 0 إلى 130 متر. هو في الغالب يسبح من السطح إلى 35 متر. المناخ: يعيش في المناطق شبه الاستوائية، ويوجد عند 44 درجة شمالا و35 درجة جنوبا، 122 درجة غربا، و10 درجات شرقا. الأهمية الاقتصادية: من أسماك الرياضيات البحرية، وأيضا من أسماك المصايد البحرية التي لها سعر في الأسواق. التوزيع الجغرافي: رود أيلاند في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجنوب من البرازيل، بما في ذلك خليج المكسيك، منطقة البحر الكاريبي، جزر الأنتيل، شرق المحيط الأطلسي، الرأس الأخضر، الغابون، عرضية إلى فرنسا، شرق المحيط الهادي، خليج كاليفورنيا، باجا كاليفورنيا الجنوبية، مكسيك إلى بيرو، وتوقد في المحيط الهندي. درجة الخطورة: غير خطير إلا أن يدوس عليه الغواص بطريقة الخطأ أو يتم استعارته، ففي هذه الحالة يكون خطير. النوع الذي يليه هو قرش الشراع الرمادي، ونراه الآن. هذا هو القرش الشراع الرمادي، أقصى طول له 255 سنتي، أقصى وزن مسجل 33 كيلو جرام، أقصى عمر مسجل له 25 سنة. يعيش في الشعاب البحرية المرتبطة بها، يسبح في مدى عمق 0 إلى 1000 متر، وعادة ما تسبح في مدى عمق 0 إلى 280 متر. المناخ هو المدى: يعيش في المنطقة المدارية 29 درجة شمالا، 35 جنوبا، 33 درجة شرقا، 151 درجة غربا. التوزيع الجغرافي: يتواجد في المحيطين الهندي والهادئ، مدغشقر، موريشيوس، سيشيل، وكذلك البحر الأحمر إلى جنوب أفريقيا وفي منطقة المحيط الهادي. يتواجد في الجرف القاري والجزر والمياه المجاورة لها المحيطية المشتركة على الشعاب المرجانية، وغالبا في المنطقة القريبة من أعماق أماكن يعني بيتواجد في المناطق العميقة في البحار المفتوحة، وتواجد في الجزر المرجانية والبحيرات الضحلة في المناطق المتاخمة للتيارات القوية والمناطق الساحلية البحرية بالقرب من القاع. يسبح في مدى عمق من متر ل 275 متر، وتكون أكثر نشاطا في أنها تصطاد بالليل. عدد المواليد يتراوح من 1 لـ6 من الجراء. يتغذى على أسماك الشعاب المرجانية والحبار والأخطبوطات وسرطان البحر وجراد البحر والروبيان. يميل إلى أن يكون عدوانيا في ظل ظروف اصطياده، قد يصبح خطيرا جدا. وأيضا بيستخدم جيام للاستهلاك البشري بالنسبة للحوم والجلد. والقرش الذي يليه هو قرش واسع الأنف ذو الخياشيم الـ7، وزنرآه الآن. هذه صورة القرش ذو الخياشيم الـ7، أقصى طول له 300 سنتيمتر، أقصى وزن مسجل له 107 كيلو جرام، أقصى عمر 49 سنة. البيئة: من أسماك قرش القاع في المياه البحرية، يسبح على مدى عمق من 0 إلى 570 متر، وعادة ما يسبح في مدى عمق من متر ل 80 متر. المناخ: يعيش في البيئة شبه الاستوائية، 56 درجة شمالا، 55 درجة جنوبا، و131 درجة غربا،
ل 177 درجة شرقا. توزيع جغرافي: يتواجد في المياه الاستوائية إلى المناطق المعتدلة ما عدا الشمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط جنوب غرب المحيط الأطلسي، جنوب البرازيل إلى الأرجنتين الشمالية، جنوب شرق المحيط الأطلسي وجنوب أفريقيا، غرب المحيط الهادي، اليابان، المنطقة الجنوبية لنيوزيلندا، شرق المحيط الهادي، كولومبيا البريطانية، كندا إلى تشيلي. يتم العثور عليه على الكارف الجاري وغالبا في المياه الضحلة قريبة من الساحل وفي الخلجان ومصبات الأنهار وفي المياه العميقة والقنوات البحرية في الخلجان، وعادة ما يطوف بإطراد وببطء بقرب من الأسفل في المياه الضحلة ولكن في بعض الأحيان على السطح. يتغذى على أي شيء بما في ذلك أسماك القرش الأخرى، أسماك العظمية، الدلافين، خنزير البحر، اللحوم وسمك القرش والقواقع البحرية والجيفة من الثدييات بما في ذلك الفئران. عدد المواليد من 82 إلى 95. عدوانية عندما يثار وتعتبر خطر على الناس في المياه المفتوحة، وقد هاجمت الغواصين ويمكن مشاركته في هجمات القرش القليلة من ولاية كاليفورنيا وجنوب أفريقيا، تستخدم للاستهلاك البشري. وكده انتهينا احنا من الأنواع الخطيرة إذا تم التعرض لها. هننتقل إلى الأنواع غير الخطيرة على الإنسان. هل الجميع فاهم كده ومعلومة واصلة؟ الأنواع غير الخطيرة على الإنسان: القرش الحوثي، وهو بهذا الشكل، هو بيعتبر من أكبر الأسماك في العالم، أقصى طول له 20 متر، أقصى وزن له 34 طن، أقصى عمر مسجل له 45 سنة. يوجد في المياه السطحية للمحيطات البحرية، يسبح على مدى عمق 0 ل 700 متر، وعددا يسبح على عمق 0 متر ل 70 متر. المناخ: يعيش في المنطقة شبه الاستوائية في درجة حرارة حوالي 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، ويتواجد في مدى 41 درجة شمالا إلى 42 جنوبا و180 درجة غربا 180 درجة شرقا. التوزيع الجغرافي: يتواجد في البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة غرب المحيط الأطلسي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال منطقة البحر الكاريبي، في البرازيل، شرق المحيط الأطلسي، السنغال، إلى خليج غينيا، المحيط الهندي، في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك البحر الأحمر والخلجان والخليج الفارسي، غرب المحيط الهادي، اليابان، إلى أستراليا وهاواي، شرق المحيط الهادي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شيلي. يعد أكبر الأسماك في العالم، وهي غير ضارة للبشر، كثيرا ما تقترب من الشواطئ والدخول في بعض الأحيان للبحيرات أو الجزر المرجانية. وأحيانا بتوجد منفردة أو في تجمعات من أكثر من 100 فرد، غالبا ما ترتبط مع مجموعات من أسماك السطح، وهي كثيرة الارتحال بين المحيطات. ولكن يعود إلى نفس المواقع سنويا واستنادا إلى العلامات ودراسات الحمض النووي، والذكور تميل للقيام بهجرات لمسافات طويلة بينما الإناث تهاجر لمسافات قصيرة فقط، فهي دائما تذهب مرة أخرى إلى مكانها الأصلي
للولادة، تتغذى على العوالق والأسماك الصغيرة مثل السردين، الأنشوجة، ماكريل، تونة، القشريات الصغيرة والحبار. حجم المواليد من 438 سنتي حتى 562 سنتي. استخدمت لحمها الطازج والمجمدة والمجففة والمملحة للاستهلاك البشري، والكبد للزيت والزعانف تستخدم للحساء، وهي أيضا تستخدم الزعانف في الطب الصيني، وهي عليه تكيمة في عمليات السياحة البيئية. سنان القرش الحوض هي عبارة عن صنفرة، سنانه مثل الصنفرة لأنه لا يتغذى على اللحوم مثل القرش الأبيض. وبيتغذى على العوارق، الفضلات، السفن. النوع الثاني القرش المتشمس، وهنشوفه بعد قليل. هذا هو القرش المتشمس. أقصى طول له 900 سنتي، أقصى وزن له 4 طن. هو سمى بالمتشمس لأنه عددا بيخرج إلى سطح المياه، فظهره بيبقى معرض للشمس فأخذ الاسم ده قرش المتشمس. من الأسماك السطحية للمحيطات البحرية، يعوم على مدى عمق من 0 إلى 2000 متر عادة. المناخ، يعيش في البيئة المعتدلة وفي حدود 8 درجات مئوية إلى 14 درجة مئوية. التوزيع الجغرافي له غرب المحيط الأطلسي، كندا، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب البرازيل إلى الأرجنتين. شرق المحيط الأطلسي، أيسلندا، النرويج، بحر بارانتس الغربي للبحر الأبيض المتوسط والسنغال. أيضا مقاطعة كيب تاون، جنوب أفريقيا، غرب المحيط الهادي، اليابان إلى نيوزيلندا. شرق المحيط الهادي وخليج ألاسكا إلى تشيلي. يتم العثور عليه في الجرف القاري والجزر. يدخل الخلجان المغلقة، تسبح ببطء على السطح وعادة في مجموعات، وقد يتم العثور عليها على الجزء السفلي من المياه العميقة خلال فصل الشتاء في السواحل الساحلية البحرية على عمق متر. يتغذى هذا النوع على اليرقات، بيض السمك والأجنة، وبالنسبة للنفايات، بالنسبة للأطفال فهم يتغذون على الكيس المحيوي والبويضات الأخرى التي تنتجها الأم. هو مفهوش أسنان، وبقه عامل زي الشبكة زي الصفاية، بيصفي المية اللي بتدخل فيه، وفي الآخر بينتج منه اللي هي الكائنات الدقيقة الموجودة في المية، وهي دي الغذاء بتاعه مع النفايات اللي بتترمي والحاجات دي. وبرضه بيتم اصطياده استخدام لحومه الطازجة والمجمدة والمجففة والمملحة، واستخدم كبده من أجل الصيد، والزعانف لحساء الزعانف. بعد كده قرش الحمار الوحشي، دي صورة للقرش الحمار الوحشي.
أقصى طول له هو 2 متر 35 سنتي، أقصى عمر له 30، من 25 سنة ل 30 سنة. من أسماك القاع في المياه البحرية المالحة، يسبح في مدى عمق 63 متر، يتواجد في المنطقة شبه الاستوائية، يتواجد في المحيط الهادي، الهند الغربية، في البحر الأحمر، قبالة شرق أفريقيا، الشمال إلى جنوب اليابان وجنوب لينيو ساوث ويلز استراليا. وكان هناك أيضا سجل مؤخرا من سمك القرش حمار الوحشي من المياه إلى تونغا. وهناك تقرير واحد غير مؤكد عن سمكة قرش الحمار الوحشي لتواجده في المياه العذبة في الفلبين. تتغذى على رخويات جمبري، سرطان البحر، الأسماك العظمية الصغيرة، بعد ذلك جوبلين شارك أو القرش العفريت، هذا هو القرش الجوبلين، دي صورته. أقصى طول له 617 سنتي، موجود في المياه المالحة البحرية، يسبح على مدى عمق يبدأ من 30 متر إلى 1300 متر، وعادة ما يسبح على مدى عمق 270 متر إلى 960 متر. يتواجد في المياه العميقة 48 درجة شمالا إلى 55 جنوبا، و180 درجة غربا، 180 درجة شرقا. وشكله قديم جدا، ويرجع إلى الأسماك الأولى اللي كانت موجودة في العصر الفحمي والعصر البرمي القديم. التوزيع الجغرافي: غرب المحيط الأطلسي، غينيا الفرنسية، شرق المحيط الأطلسي، فرنسا، خليج الباسكاي، ماديريا، برتغال، جنوب أفريقيا، المحيط الهندي الغربي، جنوب أفريقيا، قبالة غرب المحيط الهادي، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية. يتم العثور عليه في الجرف القاري الخارجي والمنحدرات العليا، ولكن نادرا في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ. يتغذى على الحيوانات الصغيرة، ويتغذى على أخطبوط البحر وسرطان البحر والأجنة التي تتغذى على الكيس المحي والبيضات الأخرى التي تنتجها الأم. بعد كده قرش رأس المطرقة، البون هيد شارك، واحنا زي ما شايفينه كده اهو قرش رأس المطرقة. هو بالنسبة لي هو بيعتبر الاستشعار، أقصى حجم مسجل له 150 سنتي، أقصى وزن 10 كيلوغرام، أقصى عمر 12 سنة. من أسماك المياه المالحة، يسبح على عمق 10 متر ل 80 متر، وعادة تسبح على عمق 10 متر ل 25 متر. يعيش في المنطقة شبه الاستوائية، 45 درجة شمالا، 36 درجة جنوبا، و121 غربا، ل 32 شرقا. توزيع جغرافي له: غرب المحيط الأطلسي، ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جنوب البرازيل، بما فيه كوبا وجزر البهاما، منطقة البحر الكاريبي، وخليج المكسيك، ونادرا يتواجد في برمودا، شرق المحيط الهادي، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأكوادور.
يتم عليه يتم العثور عليه في الجرف القاري والجزورية في المناطق القريبة من الشاطئ والمناطق الساحلية، وأيضا في مناطق تربطها من الطين وكيان الرمال، وأيضا على الشعب المرجانية، وغالبا ما نجدوا في المياه الضحلة بما في ذلك مصبات الأنهار والخلجان الضحلة والشعاب المرجانية. يتغذى على القشريات، الأخطبوط، الأسماك الصغيرة. عدد المواليد من 6 إلى 9. الحجم عند الولادة حوالي 35 إلى 40 سنتي. استخدم لحومها لأغراض الاستهلاك البشري. وكده احنا انتهينا من شرح الأنواع بالنسبة للأنواع الخطيرة على الإنسان وأنواع غير الخطيرة، الأنواع الخطيرة إذا تم استفزازها. بالنسبة بدلة الغطس التي يلبسها الغطاسون عند التعامل مع أسماك القرش فيطلق عليها نبتونيك، وهي تتكون من 400 ألف حلقة فولاذية. وصوريها لحضراتكم الآن. ده شكل البدلة النبتونيك. ودي بتتكون من زي ما احنا قلنا 400 حلقة معدنية صغيرة من الفولاذ، ما بتصديش وبتتصل ببعض عشان بتحمي جلد الإنسان من أي عضة أو أي خدش. بالنسبة للقيمة التجارية لأسماك القرش، أسماك القرش بنستخدم منها اللحوم، نسبة الدهون في لحم القرش تصل إلى 2% وهي دهون غير مشبعة. ومنخفضة الكوليسترول، ونسبة البروتين فيها عالية، وخالية من العظام والكربوهيدرات. الزعانف فيها كثير، تعتبر شوربة حساء بالنسبة لكثير من دول العالم وبالأخص دول شرق آسيا، من الأطباق المفضلة التي لها قيمة غذائية عالية. جلود، تستخدم جلود القروش بعد إزالة القشور والحراشف بالطرق الكيميائية في صناعة الأحذية والشنط النسائية والمحافظ الجلدية، وتباع بأسعار مرتفعة خصوصا قرش جلد القرش النمر. عيون القروش استخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية قرنيات القروش في استبدال قرنيات الإنسان. والقرنيات القروش خاصية فريدة كونها لا تنتفخ إذا وضعت في محاليل ملحية. الأسنان والفكوك، تستخدم الأسنان وفكوك الأحكام الكبيرة في صنع الحلية والزخارف. كبد القروش وكبد يستفاد منه في استخراج فيتامين A. يحتوي زيت كبد القروش عن نسبة عالية من الإسكوالين الذي يستخدم في مستحضرات التجميل ومرطبات الجلود والمواد الطبية التي تحتاج إلى قاعدة غير زيتية. مضادات التجلط، وجد إن في زيت جبد القرش أحماض دهنية غير مشبعة ذات تركيز عالي، مفيدة في حالات توقف القلب المفاجئ ولها تأثير في إطالة زمن التجلط وتخفيض نسبة الكوليسترول في أنسجة قلب الإنسان. الوقاية من أخطار القروش، أجريت تجارب وأبحاث مختلفة للوصول إلى أفضل الطرق الفعالية في الوقاية من القروش وتجنب أخطارها سواء بطرق صناعية أو طبيعية أو من دراسة سلوك تلك الأسماك الشرسة والخطرة على الإنسان.
ولكن إلى الآن لم يتوصل الباحثين إلى مادة كيميائية يكون لها تأثير فعال لطرد القروش من الأماكن التي توجد بها، غير مادة غلات النحاس ورائحة الزيت المحروق ولحم القروش المتعفن. لما تلك المواد من روائح نفاذة تهرب من القروش؟ لقد اتجهت بعض الدول السياحية التي تعتمد على الشواطئ في السياحة إلى حماية المصطافين والسباحين وضع شباك للقروش تحيط بأماكن تواجد المصطافين. وعموما كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. ومن طرق الوقاية بالنسبة للغواصين، احنا قلنا اللي هي البدلة النبتونيك للغواصين المتعاملين مع أسماك القرش اللي هم ذو خبرة. بالنسبة للغواصين اللي هم بيقومون برياضات الغطس وليس لهم خبرة مع أسماك القرش، فيجب لبس بدلة سميكة قاتمة اللون لأن القروش تنجذب للألوان الفسفورية والفاتحة واللامعة. تجنب الغوص في المناطق التي فيها الرؤية غير واضحة. حاول أعلي الصوت. عدم البقاء لفترة طويلة في الماء. تجنب الحكات السريعة والعشوائية في الماء. عدم الغوص منفردا، حيث وجد أن كلما زاد عدد الغواصين قل احتمال الهجوم من القروش. إذا جرح الإنسان أو خرج منه الدم يجب مغادرة الماء فورا مهما كان حجم الجرح حتى لا تأتي القروش على رائحة الدم. عند مشاهدة قرش بالقرب منك حاول أن تبقى قرب القاع أو قرب حائط الشعب المرجانية وتكون ساكنا مع مراقبة القرش طوال الوقت حتى الابتعاد عنك. حاول الانسحاب بهدوء من المنطقة فورا عنه. لا تحاول السباحة أمام القرش حتى لا يندفع إليك لأن القرش مثل الكلب يشم رائحة هرمون الخوف ويطارد كل متحرك أمامه. إذا كنت في رحلة صيد تحت الماء تجنب ربط الأسماك المصطادة قرب جسمك، ولكن ضعها في شبكة واسحبها بحبل طويل بعيد عن جسمك وتخلى عنها فورا إذا هاجمتك القروش. إذا حدثت إصابة وعضة من قبل سمكة قرش بيتم اتخاذ الإجراءات الآتية، وهي إخراج المصاب فورا من البحر، إيقاف النزيف مكان الإصابة بعمل رباط ضاغط، تمديد المصاب على الأرض وتهدئته، تنظيف الجرح بمادة معقمة، نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وإعطاء المصاب مصل ضد التيتانوس، وإعطاء المصاب مضادات حيوية. وبكده احنا نكون يبقى انتهينا من الدورة دي من الندوة وشرحنا بما فيه الكفاية عن أسماك القرش، وأنا جاهز لأي تساؤلات. ايه مفيش أسئلة ولا ايه؟ احنا قلنا الاسماك القرش موجودة في كل حتة في جميع المحيطات وجميع البحار، وهي بتتعدد الى 350 نوع. هي اخطر الانواع بتاتي بمرتبه، هما خمس انواع: القرش الابيض الاول، وبعدين
بعد القرش الابيض بيوجد القرش الثور، وبعدين القرش النمر، والقرش ذو الاطراف البيضاء زي ما احنا شفناهم كده بالترتيب اللي انا قلته، وبعدين القرش ماكو اللي هو اسرع اسماك القرش. هو موجود في انواع في البحر الابيض المتوسط. لا ما تخافش، هي بعيدة عن اسكندرية، احنا بنتكلم في العمق. أي أسئلة تانية؟ أو أي إضافات؟ أي حاجة؟ هي محاضرة تبقى مسجلة وهتنزل على المنتدى بإذن الله. وبالنسبة للميل بتاعي هحطه لحضراتكم لأي استفسار أو أي شيء. دقيقة بس. الميل بتاع الياو انا هكتبه دلوقتي لحضراتكم في الشات. ده الميل بتاعي ياهو وفيس وبالنسبة للسكاي فهو أي شيء آخر. أشكركم على الاستمتاع، على الاستماع والاستفادة بما قلته، وكل سنة وأنتم طيبين. ولأي محاضرات أخرى سيتم تبليغكم بذلك. السلام عليكم.